أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن السبيل الله يضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنكم سيئاتكم وأصلح بالكم. ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ركابي حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد فإما فداء حتى تدعوا الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في السبيل الله فلن يضل أعمالكم. سيهديهم ويصلح بالكم ويدخلكم الجنة عرفها لكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتخسن لكم وضل أعمالكم. ذلك بأنكم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما يأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ولكم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربكم، كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفًا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
والذين اكتدوا زادكم هدى وآتاكم تقواكم. فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيكم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لكم إذا جاءتكم ذكرهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليك من الموت، فأولى لهم طعام وقول مكروه. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، شيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوهكم وأدبارهم؟ ذلك بأنكم اتبعوا ما ذلك بأنكم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لرعيناكهم فلعرفتهم بسماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لكم. فلا تكينوا وتدعوا إلا سلمي وأنتم الأقلون والله معكم ولن يتراكم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم
يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيكم تبخلوا ويخرجوا الأذغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في السبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يستبدل موتاً وإن تبلوا يستبدل قولا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله ولتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأقارب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. فسيقولون بل تقصدونها، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأقارب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونكم أو يسلمون. فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرات فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابكم فتحا قريبا. ومغانم كثيرا يأخذونك، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أخذ الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لبلغوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مخكوفا أو يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معمر بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الخمية خمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله رُكْيَا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين ولا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم تراهم ركعا سجودا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع مخرج كزرع أخرج شتاءه فآزره فاستجلز فاستوى على سوقه فيخجزه رباع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتآه فآزره فاستجلز فاستوى على سوقه يحجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا الله بالقول كجهر بعضكم لبعض يخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنكم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لكم والله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تناجزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، فمن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوب أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في السبيل الله
أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تكونوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا إن جاءهم منذر منكم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حافظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنتي وأحب الخصيب. ونخل باسكات لها طلع نديل. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأولين بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتقلّيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق والشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصارك اليوم حديد. وقال قارنه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. متاع للخير مقتد مريب.
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قارنه: ربنا ما أتيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعابد. يوم نقول لجهنم هل اختليت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أباب حافظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود. لكم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلكم من قرن هم أشد منكم بطشا فنقابوا في البلاد كالمن مكيس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينكما في 6 أيام وما منا من غروب وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود. واستمح يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وإيد. وزاريات ذروا فالحاملات بكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. وإن دين لباكر. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يكفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرات ساكون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستخجلون. إن المتقين في جنات وعيون.
آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولأسحارهم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فبرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قالوا سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آيات للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فأعتوا عن أمر ربكم فأخذتكم صعيقات وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
ففيروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أفتسعوا به، بل هم قوم تعبون. فتولى عنهم فما أنت بملوم. فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستخجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.